مطلوب تفسير مختصر جدا بنقول عليه أسلوب مقل ودل للي هقوله لحضرتك دلوقتي. الشعر العربي كلمتين صغيرين يمثل ايه بالنسبة لك؟ الشعر العربي يخليني اختار صح، يخليني اعرف كيف اختار اعمالي. اللهجة العامية المصرية يعني تربينا احنا وصغار عليها، تربينا انه حافظيها من احنا صغار. نقط الحدود والجوازات والجنسية في البلاد العربية. ما في انه ادخل في تفاصيل هذا الموضوع، بس اتمنى انه اي بلد عربي ادخل له كانه احس بيتي، يعني مفتوح الابواب بدون ان اقف على امنيه طبعا. اكيد يعني عايزك تقول لي رايك في او تعليق على رياض السنباطي. حبيب كل من يعني كل من يحس بمدرسه الطرب بالروح بالانسانيه الجميله بالرقي. رويشد عبد الله رويشد. أيوة. من المطربين اللي عندهم صدى جميل في الوطن العربي. محمد عبده من الأصوات اللي تركت بصمة عظيمة وراح يبقى عطاءها مستمر يعني.